حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله الحمد لله، ما تعاقب الجديدان وتكررت المواسم، أحمده سبحانه وأشكره شكر التقي الصائم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عامل بها وعالم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله حميد الشيم وعظيم المكارم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه كانوا على نهج الهدى معالم، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها الناس بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم. العز والشرف في التقوى، والسعادة والعلا عند أهل التقوى. التقوى أيها المسلمون كنز عظيم وجوهر عزيز، خير الدنيا والآخرة مجموع فيها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. القبول عند الله معلق بها، إنما يتقبل الله من المتقين، والغفران والثواب موعود عليها، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أهلها هم الأعلون في الآخرة والأولى، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. غير أن أزمنتنا المتأخرة وعصورنا المادية كست قلوب أصحاب كثير من أهلها طبقات من الغفلة، وعشت على أبصارها سحب من الصدود كثيفة، فعموا عن الطريق، وحسن ظنهم بالترقي في جاه الدنيا وسلطانها، فالشقي في ميزانهم من قلت مادته وقدر عليه رزقه. وهذا لعمر الحق غفلة شنيعة وجهل في المقاييس عريضة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى،
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. نعم أيها الإخوة، المتقون تقر أعينهم بالطاعات في الدنيا وبعالي الدرجات من الجنة في الأخرى. يقال ذلك أيها المسلمون، وقد أظلكم هذا الشهر الكريم المبارك، شهر فرض الله عليكم صيامه لعلكم تتقون. أيها الإخوة، غاية الصيام تقوى الله عز وجل، تقوى يتمثل فيها الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. تقوى صادقة دقيقة يترك فيها الصائم ما يهوى حذرا مما يخشى. ولئن كانت فرائض الإسلام وأحكامه وأوامره ونواهيه كلها سبيل التقوى، فإن خصوصية الارتباط بين الصيام والتقوى شيء عجيب. أيها الإخوة، جوارح الإنسان عين وأذن ويد ولسان وبطن وفرج، والقلب من ورائها أصلها وحاكمها. صام القلب واتقى إذا جرد العبودية لله وحده، خضع لجلاله، وسعى لقربه، وأنس بمناجاته، خلص من الشرك، وسلم من البدع، وتطهر من المعاصي. قلب تقي يرى الهوى والشهوة والظن والبغي والعداوة والبغضاء والغل والحسد والمراء والجدل، يرى كل ذلك أمراضا قلبية فتاكة تقتل الأفراد وتهلك الأمم. القلب التقي يرفضها ويأباها ويتقيها ويتقيأها، وصيامه ينفيها ويجفوها. قلب صائم متدين لله بالطاعة، مستسلم له بالخضوع والاستجابة، منقاد لتنفيذ الشرع في الأمر والنهي، عبودية لله خالصة لا يصرفه عنها شهوة ولا شبهة، ولا يشوش عليه فيها أمان ولا مطامع. قلب قوي تقي لله صلاته وصيامه ونسكه ومحياه ومماته. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا صلح القلب صلحت الجوارح، فقامت بحق الطاعة وكفت عن الآثام، فالبطن محفوظ وما حوى. ترك الطعام والشراب والشهوة فالبطن محفوظ وما حوى ترك الطعام والشراب والشهوة من أجل الله، تقى عال يقي النفس جماح غرائزها، وإرادة مستعلية تأخذ أمر ربها بقوة وتزدجر عن النواهي باستسلام. لقد كان على الهدى وأتمر بالتقوى من منع جسده تخمة الغذاء ليمنع جوارحه السوء والأذى. لقد كان على الهدى وأتمر بالتقوى من منع جسده تخمة الغذاء ليمنع جوارحه السوء والأذى. قلة الشبع تكبح الجماح وتبعد نزغات الشياطين، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلة الشبع تجعل الجوارح أقرب لفعل القربات، يرق القلب ويغزر الدمع ويخذل الشيطان. وانظر حفظ الله دينك وزاد في تقاك
انظر في ضعاف مهازيل ممن جاع نهاره وملأ في الليل بطنه، فهو صريع لذة عارمة وعبد لشهوة جامحة. هل حقق معنى التقوى حين تفنن بأطايب الطعام؟ هل حقق معنى التقوى حين تفنن بأطايب الطعام وألوان الموائد، بينما قليل منه قد يشبع جياعا ويسعد أسرا، قليل منه قد يكفكف دموعا ويوقف عبرات؟ هل أعطى واتقى، أم كيف أعطى وماذا اتقى من جعل رمضانه تبذيرا وفطره تخمة؟ مسكين بائس لا يرى في الصوم إلا جوعا لا تتحمله معدته، وعطشا لا تقوى عليه عروقه. أي تقوى وأي مقاومة عند أمثال هؤلاء المهازيل؟ أولئك أقوام انهزمت عزائمهم أمام جوع بطونهم، لقد أورثهم الشبع قسوة، لقد أورثهم الشبع قسوة، فجعلهم نؤومين وأقعدهم كسالى، ألا فاقعدوا فأنتم الطاعمون الكاسون. من أعلن استسلامه في معركة لقيمات لا تدوم سوى سويعات، فليس جديرا بأن يعيش عزة المتقين وعلياء الشهداء المجاهدين. الله أكبر، لقد فرض الصيام لتمحيص التقوى، وليصبح المسلم صائما تقيا في مطعمه ومشربه، قصده رضا محبوبه، الصوم لي وأنا أجزي به. هذا حال البطن وما حوى، فيا ترى ما بال الرأس وما وعى؟ من لم يدع قول الزور والعمل به كيف صام وماذا اتقى؟ حظه من صيامه الجوع والعطش، ونصيبه من قيامه السهر والنصب. أين التقوى في أسماعهم وأبصارهم؟ لغو ولهو، وقيل وقال، وأصوات معازف، وصور ماجنة، وقصص خالعة. في النهار نوم في تقصير، وفي الليل سهر في غير طاعة، متبرمون في أعمالهم، سيئون في معاملاتهم، متثاقلون في أداء مسؤولياتهم، نشاط في اللهو والسمر، وكسل في الجد والعبادة. أيها الأحبة، شهركم شهر التقوى، شهركم موسم عظيم للمحاسبة، وميدان فسيح للمنافسة، تصفو فيه نفوس من داخلها، وتقترب فيه قلوب من خالقها، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين، وتكثر دواعي الخير وأسباب المثوبة، رحمة ومغفرة وعتق من النار. فأقبلوا على الطاعة، وتزودوا من التقى، واستروحوا روائح الجنة، وتعرضوا للنفحات. الصائمون المتقون لا يزالون في صلاة وصيام وتلاوة وذكر وصلة وإحسان وجد وعمل. فاطلبوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات ربكم، فخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. أيها المتقون الصائمون، فتشوا عن المحتاجين من أقربائكم، والمساكين من جيرانكم، والغرباء من إخوانكم، لا تنسوا برهم وإسعادهم، أشركوهم معكم في رزق ربكم. اذكروا جوع الجائعين، ولوعة الملتاعين، وعبرات البائسين، وغربة المشردين، ووحشة المهجرين. اسألوا في شهر التقوى والمحاسبة،
اسألوا هل قام بحق التقوى من بات شبعان وحوله جائع يستطيع إشباعه فلم يفعل؟ اسألوا هل قام بحق الشهر من رأى نفسا مؤمنة بائسة يستطيع إسعادها فلم يفعل؟ أيها المسلمون، صوموا حق الصيام لعلكم تتقون، ومن يتق الله يكن الله معه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. وإذا كان الله معك يا عبد الله فمن تخاف؟ وإذا كان عليك فمن ترجو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله جعل الصيام جنة وسببا موصلا إلى الجنة، أحمده سبحانه وأشكره، هدى إلى خير طريق وأقوم سنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه إلينا فضلا منه ومنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، فالشهور والأعوام والليالي والأيام مواقيت الأعمال ومقادير الآجال، تمر سريعا وتنقضي جميعا، إنها أيام الله خلقها وأوجدها وخص بعضها بمزيد من الفضل، ما من يوم إلا ولله فيه على عباده وظيفة من وظائف طاعاته، ولطيفة من لطائف نفحاته، يصيب بفضله ورحمته من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وإن بين أيديكم شهرا عظيما وأياما فاضلة وليالي شريفة، فأحسنوا فيها الوفادة وجدوا فيها بالعمل وأروا الله من أنفسكم خيرا، فلم يكن سلفكم يستعدون لها بمزيد من الأكل والشرب، ولكن بالطاعة والعبادة والجود والسخاء، فهم مع ربهم عباد طائعون، ومع إخوانهم بررة محسنون، والأسوة في ذلك والإمام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أجود ما يكون في رمضان، ويجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره، يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد المئزر. ذلكم هو مسلك التقوى، وهذه مراسم الاستقبال، فاعملوا وأحسنوا وأبشروا. ثم صلوا وسلموا على سيد رسله وخاتم أنبيائه والشافع المشفع عند الله يوم لقائه، نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمر محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، ودمر الطغاة والكفرة والملحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، وارزقه البطانة الصالحة، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، غدقا سحا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم تسقي به البلاد وتحيي به اللهم تسقي به العباد وتحيي به البلاد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم وما أنزلت علينا فاجعله قوة لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غِلًّا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوفٌ رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا، استووا، استقيموا واعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.